في أبنود، في قريتي في أبنود عيال كنا لكن فنانين. هل تظنون أني لو جئت إليكم بجلباب وطاقية وشبشب سوف أكون أقرب إلى الله مني وأنا بقميصي وبنطلون؟ الميدان الآن ليس ميدان الثورة المصرية، إنما ميدان مشكوك في أمره. سرقت هذه الثورة، الكيانات الموجودة هي اللي استطاعت أن تنظم نفسها، وهي الآن التي استولت على ثمرات الثورة وشربت دماء الشهداء. الجرائد المصرية مرآة لنا بكذبنا وصدقنا، من هنا تبدأ عزلة المثقفين. ليا صديق حميم عزيز يعني بيشتغل في السياحة، جاني يقول لي أنا مهاجر. مهاجر يعني يا عاطف؟ قال لي أنا مهاجر، السياحة ماتت. وبعدين تقعد البنت تغني غنى فاجر، غنى فاضح. البنت قالت لأبوها أجاك شوكة في ركبتك أو التوتو ني التوتو ني. معادلة ملهاش حل اسمها القاهرة والناس.